استراحت مأرب قليلا من الحرب وتعافت في جوانب عدة، حتى بدت المدينة على هذا النحو غير المألوف وهي تسابق نفسها بخطوات بطيئة غير أنها متواصلة، محققة نجاحات نسبية في مجالات عدة، فمن كسر الانقلاب والتحرير إلى استيعاب مئات الآلاف من النازحين، وحتى وضع حد للانفلات الأمني وخلق بيئة آمنة وفرت مناخا استثماريا وتنمويا في مقدمة كل شيء. وبالنظر إلى ما تحظى به المحافظة من اهتمام إعلامي، دفع الخارج والداخل إلى متابعتها كونها غدت محطة مهمة في المنعطف التاريخي للبلاد. خلال الثلاث سنوات كاملة ظلت وما تزال أنها جاذبة لكل اليمنيين من مختلف المحافظات لأسباب كثيرة، منها أولا السبب الأمني، تطبيع أو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، فهي المحافظة الوحيدة التي تستقبل اليمنيين بمختلف توجهاتهم ومختلف أفكارهم. صورة فريدة ومأرب تعود للواجهة بعد عقود من التهميش، عززت من منسوب الأمل لدى كثيرين بعد أربع سنوات من الحرب أصبحت فيها أشبه بعاصمة عسكرية واقتصادية للشرعية، وهو ما يستوجب طرح تساؤلات هي أقرب للمكاشفة عما تحقق ولو بحده الأدنى، إضافة إلى المشاريع التي غابت فيها الرؤية الاستراتيجية وأداء مكاتبها الخدمية، وقبل ذلك الجدوى من المعالجات المؤقتة لملفات مهمة من بينها التعليم والصحة والكهرباء، حيث يقول الناس هنا أن تلك المكاتب عجزت عن تحقيق ما يحتاجه المواطن اليوم. كان هدف السلطة المحلية برئاسة الأخ محافظ المحافظة أن يكون هناك أمن وتعليم وتنمية، أمن وتعليم وتنمية، وفعلا هذه الخطة تأتي بثمارها. لك أن تتخيل كان عدد عاصمة المحافظة 40,000 نسمة، اليوم تقريبا 2,800,000 إلى 3,000,000 نسمة وهم يترددون في هذه المحافظة. هناك كان طلب حثيث من أجل توسعة الشرع، وفعلا تم توسيعه وعمل هناك خطوط دائرية هي اليوم يراها الزائر لهذه المحافظة، وأيضا هناك قفزة أو طفرة في البناء والتشييد. تبدو المحافظة على عتبة عام جديد يأمل الناس فيه أن تحقق نجاحات إضافية تناسب الواقع والطموح بعد تحقيقها إنجازات متتالية خلال السنوات الماضية ما كان لها أن تتحقق لولا أنها نجحت في كسر الانقلاب ودحره. في أطراف المدينة تجري مواجهات متقطعة، تقول المصادر العسكرية أنها مواجهات استنزاف للانقلابيين، أما في قلبها فثمة حركة تنموية واقتصادية غير مسبوقة جعلت مأرب الأكثر مناسبة للعيش والعمل، وحركة المشاريع الاستثمارية والتجارية لأول مرة في تاريخها. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.